بالنسبه للكتب الرواج ديال الكتب المستعمله والجديده، حنا كنبيعوا المستعمل والجديد او ميم طون، كاين الاقبال مابقاش كما كان اقبال القصد العام، لان تل الغلاء ديال الاسعار والغلاء ديال بزاف الحوايج، الغلاء ديال المواد الغذائيه وهادشي، الناس القدره الشرائيه مابقاتش بزاف. دابا انت كتسنى حتى تخلص وتاخذ وكتتسلف ولا شي حاجه، عاد مش كتجي تاخذ، كتسلف هي تسلفات في العيد وغتسلف عاوتاني في الدخول المدرسي، كريدي على كريدي، لان الناس مضروره دابا بالنسبه للاغلاء، غلاء في المواد الغذائيه، الغلاء في السمعات. وبالنسبه للكتب المدرسيه في الزياده ديالها كتزاد واحد النسبه ديال 2% 3%، هادشي اللي تزاد. بالنسبه لهذا الموسم الدراسي 2024 2025، كيبان لي حنا باقي دابا ما كاينش ذاك الاقبال الكبير وهذه، ولكن كيبان لي غادي على النسق الحمد لله على السنوات اللي دازت. بالنسبه للكتب راه موجوده في السوق قليل، الا بعض العناوين تقريبا واحد 90% ديال الكتب موجوده، الا بعض العناوين اللي غادي تظهر قريبا ان شاء الله. وبالنسبه لدابا كنخدموا مع المدارس الخاصه، اللي كنخدموا مع بزاف الناس كليان ديالنا اللي سنوات هو كيتعامل معاك، راه كتعامل معاه كيصيفط لك هذاك لاليس في التليفون وهذه كتوجد لي على تيساه يديه. اما ذاك الزحام وذاك الاقبال اللي كاين راه تيدخلوا، كاين بعض المدارس كيعطيو للدراري اللي ليس في الاخر السنه الناس كياخذوا على تيساه باش كيتفاداو ذاك الزحام اللي كيكون، وكاين بعض المدارس اللي ما كيعطيو لاليس حتى كيدخلوا الدراري. وان شاء الله راه كيما قلت لك راه ضروري كيكون الاقبال. وبالنسبه للناس كاين تخوف وكيقول لك راه كاين زيادات بالنسبه دابا الاسعار، راه كاع المواد الغذائيه والغاز وهذا الشيء راه اسعار كلشي طالعه. بالنسبه للكتب اللي فيهم اللي مسابقه لوزاره التربيه الوطنيه، كتب ما فيها حتى شي زياده تقريبا دابا راه 11 سنوات او ما يزيد، الثمن باقي هو هو. وبالنسبه للكتب ديال المدارس الخاصه اللي كاينه فيها واحد الزياده كتبدا من 5% حتى 10% زياده، ماشي شي زياده كبيره، زياده طفيفه. بالنسبه للكتاب المستعمل اللي كان الناس كتجي على قبله لسوق البحيره، دابا ضيقوا عليه اصحاب الشكاره كيف كنقولوا، ولا كل عام اما تغيير يا اما كيديروا الكتاب جو الطابل، كيديروا فيه لي سباس باش بنادم يكتب فيه بالقلم ولا الستيلو، من بعد ما يمكنش يستعمل، ولا كيبيعوا على كيبيعوا باك الكتاب مع دو زيكزيرسيس ولا تروا زيكزيرسيس، واخا تشري المقرر كيفرضوا عليك ملي كتبغي لي زيكزيرسيس ديالو كيفرضوا عليك الكتاب، بهاد بنادم ما بقاش عنده خيار. بالاضافه لمساله اخرى، المدارس الحره ولاو كيبيعوا الكتب داخل المؤسسات هي كتضيق علينا بزاف، كيفرضوا على الاباء كيوجدوا لهم كل شيء، ولا كيديروا في الباك ديال الكتب واحد الكتاب غابر كيكون غير عندهم كيحتكروا كيجي عندهم بنادم يشري، هذيك منافسه غير شريفه بالنسبه لينا. زيد على ذلك تغيير قلنا في البدايه، كتاب عامين 3 سنين كيغيروه بلا ما يعلموك ولا هادي، ولا عام على عام الا ما عجبهمش الحال ولا هادي، كتاب بعض المرات كيخرج هذا العام، العام الاخر كيطلبوا لك الطبعه ديال ديك العام. هي المهم الكتاب المستعمر غادي كينقرض. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.